القطاع الخاص لما يطلب من الحكومة توقع اتفاقية تجارة حرة مع أي بلد. فالحكومة بتروح بتورطنا بتوقع اتفاقية تجارة حرة، بروح التاجر بأخذ وكالات وبسوي استثمارات، فجأة بيجي عبالهم يلغوها. اليوم هل يعقل أنت في ظرفك الحالي تقطع علاقتك مع تركيا أو تسيل علاقتك مع تركيا اقتصاديا؟ إحنا كنا قبل أسبوعين في إسطنبول، إحنا بحاجتهم. نعم. اليوم بصراحة وجماعة بس بقول البضاعة التركية غزت السوق لا لا مش صحيح، مش صحيح، ما في غراق زي البضاعة الأوروبية طبعا أيضا. سيدي أنت اليوم يعني وفرت للمستهلك بضاعة جودة عالية وسعر مناسب. نعم. أفضل ما تجيب الصيني وتستهلكها. نعم. أسبوع أسبوعين وتكبها. وين بحمي صناعتي؟ تمام، وما حدا يزود علينا في حماية الصناعة، لأنه إحنا بنبيع بضاعة الصناعة الوطنية وإحنا اللي بنبيع مواد أولية معظمها. فأخواننا ما حدا يقعد يعمل، في ناس عملت شرخ لكن إحنا ما حدا بيزود علينا، لأنه هاي بس ما تقول لي بدي صناعة فيها قيمة مضافة، ما تقول لي صناعة ممكن ما تطبقش المدخلات الإنتاج أو المعادلة وتقول لي هاي صناعة. نين شوف وين في الضرر صار، قول لي في قطاع الملابس مش فيه. أنا بعمل نيجاتيف ليست وبشيل قطاع الملابس، وين المشكلة؟ قول لي قطاع الأدوات المنزلية نفس الشيء، عم تلغي اتفاقية تجارة حرة، أنا ما عندي بقوليات، ما عندي مكسرات. طب استشاروكم في الإطار الجديد ولا بناء؟ لا لسه ما في إطار جديد، هاي الإطارية هاي ولا شيء، هاي بس ما دخلت شكلية. طيب. هلا إحنا مصرين على إنه مصلحة اقتصادية مع تركيا. كنا في قبل أسبوعين أخوي سامع أحكي لك نقطة، الإخوان في غرفة إسطنبول حرس يعني بيطلبوا منا إنهم بدهم يودوا من 100 ل 200 ألف سائح تركي كل سنة ينزلوا يزوروا القدس عبر الأردن. بس هم تعهدوا بإنه يعملوا صناعات في الأردن لكنهم لم ينفذوا هذا الشرط. إذا الأردن يبهرب من البلد مشان الله